نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء. كمان من ضمن الأخبار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، طبعا عن شهري يوليو وأغسطس من عام 2024. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء والقائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنموياً وعمرانياً وسياحياً وثقافياً، وده في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقاً لطابعها الخاص وميزتها التنافسية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء موسع مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر اللي بيلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة عن شهري يوليو وأغسطس 2024. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وبتمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة سواء في الصناعة أو الإسكان وغيرها من القطاعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتاً إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحاً أن الأمن السيبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والذي نفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.